موجة صباح. موجة صباح متواصلة اليوم بيان سور ديما نبداو بدبرتنا. دبرتنا اليوم مع الشيف أسماء عاشور عميري. خلينا ناخذوا ساعة الدبارة. الدبارة الدبارة مع الشيف أسماء عاشور عميري. بونجور شيف، شنو أحوالك؟ بونجور عفيفة، صباح النور. وحشناك برشا برشا. حطينا برشا برشا. تعيشك يا أسومة. دونك في انتظار كيما ديما نقولها، في انتظار تكون بحذانا إن شاء الله. أعطينا للا تراه دبرت اليوم، أنت باش تعمل لنا حاجتين قلنا ياسر نستحقوهم النهارين هذوما، ياسر فريمون بالحق، معناها من الحاجات اللي ربما سهل الممتنع، اللي يلزموا شويه استوس باش ينجحوا لي غوسيت نتاع هذوما. دونك عملنا كيك مغبغي شايفة؟ كيك هي كيك، ونحن نجم نزيدوها أي حاجة سهلة. أعطيتكم ديما لي ميزور نتاعها بالكيس، مش لازم بالميزات، باش الناس الكل تنجم تخدمها. ونجمو نحنا نزيدوها ما غبغي، شوكولا، فروي سيك، زبيب، غلة، اللي تحب تزيد نجم تخليها نتر. ايوا ولا سي فري، كي نحطوا لها حاجات اخرين ولا بيبيت شوكولا ولا حاجه تتبدل الجو للصغار. دونك على كيفنا نبدلوها ديما فوالا، وتشدنا برشا التي داير في طول الصباح الكوتي العشيه زاده، تنجم نهزوها للروضه للليكول يعني سهله. فوالا تخي بيان، هيا نشدوا الورقه والستيل ولا نتبعوا الفيديو سورتو. ايوا فوالا فوالا، لهذا نسحقوا خمسة عظمات، نحطهم يتراكدوا شويه، وبعد نزيدهم كيس ونص سكر، والا كيس كل واحد كيفاش. انا نعملها كيس سكر بنينه على الاخر وبنينه، يعني ايش حلوه البركه يا اسومه حتى نلقاوها والله. معها كيس زيت وكيس حليب. زيت كيس حليب، كيس زيت معها كيس حليب، خلينا نتاكدوا كل بالكدا بالكدا بالكدا. بعد ناخذوا ثلاثه كيسين نفس الكيس اللي عملناه، راهو ثلاثه كيسين فرينه ومعاهم باك وخميره اكاو، نغرب لهم ببعضهم ونزيدوهم للحليب بيان سيغ والزيت والعظام والسكر، ونربطوا بالكدا بالكدا للفوليوم نتاعو فوا دو، يعني زيد تطلع زيد تكثر، فهمتني؟ وبعد يكفي ندهنوا البلاتو نتاعنا بالزبده والفارينه ولا زيت وفارينه باش ما تلصقلناش، ونحطوها فوالا، نحطها تطيب فوالا. نعملوا خط هكا في الوسط عفيفه باش تتنفى، باش هكا يعني تطيب، تعمل لك الدوغيغ نتاعنا من الفوق فوالا، وتقعد خليها حتى تبرد، وبعد نقصها بيان سور اللي باش يزيد الشوكولا ما غبغي الميلونج. بعد ما نكمل نعملوا ميلونج كامل بالفارينه وبالخميره وبالكل، ناخذ شويه، ناخذ بودر دو كاكاو مغرفه بودر، ونحلوها مع مغرفه حليب في البات هذيك، ونحطوها من الفوق، ونعملوا بالفرشيطه من اللوطه للفوق هكا ولا بسكينه. بس تتحل بمغرفه حليب. فوالا تتحل، نحلها بمغرفه حليب مع الفوست البات، وسط الميلونج اللي عملناه، لاباغي اللي عملناه. كي نحطها ديريكتومون. وكي نجم شدنا حتى اربع خمس ايام محطوط لبرا، يعني نجم نحطو في بوات لبرا ونهزو كوتي، وبو هذيك كيما شفتوها هذيك معموله، انا عملتها وتقعد 3 حتى 5 جور. بربي شايف نفس التركيبه مع نفس نفس الروسيت، نجموا نعملوها في دي كاب كيك صغار. بيان سور انا نعملها كي تبدا، ما نحبش نعملها وحدي. عطيتنا تعرف الروسيت هي على الاخر وسهله. فوالا باش يزيد فخوي سيك، باش نعطيك مثلا يزيد فخوي سيك، يحطه مع الفارينه، يحط فخوي سيك مع الفارينه ولا زبيب ولا داكور ولا تخوي، نحطوه مع الفارينه، نحاولوا ندخلوهم في الفارينه باش يشدوا، كي تقصها يجي كلها بالفاكهه ما تحناش اللوطه، حتى في بيتزا شوكولا زاده هي لازم نجربوها من الفوق. غاناش شوكولا اللي هي ناخذوا حكه كريم فريش مثلا، وعليهم اربع طويبع شوكولاته، اليوم يجيو 200 غرام، نذوبوا نسخنوا الكريم فريش نتاعنا اللي هي ولا ليكيد 150 ملي لتر، والا حكه كريم فريش شكل اللي بيس، ونسخنوها ونحطوها فوق الشوكولاته، نحلوها نزيدوا معاها مغرفه صغيره نتاع قهوه زيت، ونحطوا لها لي فروي سيك اون كاسي، تتغلف من الواحد تولي نتاع سهريه ولا عشويه. محليها ونفس الغوسيت اللي عطيتها لك عفيفه، انا سي ديجا تبدا عندي يبداوا يقراوا، نحط في مول اصغر من اللي عملتها، وناخذ لي فورم صغار تاع لي كاب كيك، وكل نحط فيهم يزوم كوتي. محليها الفكره. يا افكارك يا شيف اسماء. باهي دونك مش نمشيو للسالي، دونك الشيف اسماء اليوم باش تدبر علينا، باش تعطينا كيفاش نخزنوا الطماطم الفريشكه. تصلح قلت عادي، قلت قبيله تصلح للجيري، تصلح للمحمسه. اكزاكتومون، انا بعث لك الطماطم تاعي
كان لاحظت في الصحفه الاخرانيه فما ديكولور شنو عمل؟ علاش؟ طماطم توا رخصت اوكي؟ توا كي نمشيو للسوق سوق نلقاو طماطم رخيصه ماهيش غاليه. سي فغي مازال ايه رخصت الطماطم. بون انا هذيك مثلا كونتيتي عملتها 10 كيلو. تاخذ الطماطم تاعنا نقسموها سيغ تخوا. ناخذ الكعبه اليابسه نقسموها سيغ كاتر نحط نرشوا عليها الملح ونحطوا لها تشيح طومات سيشي اللي حبيتها انا بعد ما شاحت قعدت بريسك 5-6 ايام. وبيان سيغ فما توا الريح والكل يسيحها خير من الشمس راهو. بيان سيغ نعسوا على الطماطم نرموا عليها حاجه تشيل هكا على الذبان على حاجه ونحطوها تشيح لماكسيموم. بعد ما تشيح الطماطم تاعنا ناخذوا زيت زيتونه بثبتها بالزيت زيتونة ونحطها في حكة ونزيد عليها زيت زيتونة وتسكرها وطيب بها. بيسيو نعملوا بها اللي با السبيسياليتي ايطاليان نعملوا بها الجيري نتاعنا بحمصة حلال برغل برشا حاجات نطيبوا بها نحن الطماطم نتاعنا لي ميني توست كل بالطومات سيشي ولونشوا نجمو نعملوا بها برشا حاجات. هذه بالنسبة للطماطم شيحتها. بالنسبة للبارتي الأخرى زيد قلنا احنا خمون سيغ تخوا الأولى عملنا طماط سيشي الثانية باش نعصرها نحي لها الراس أنا أكا هاو ونقصها سيغ كات نرحاها بالروبو ونصفيها في مقفول من فوق الكسكاس ونبدا نعمل فيها بيديا اللي تهبط البولب نتاع الطماط فريش نحطها يقعدوا لي لقشور ولا قلوب الفوق في الكسكاس والطماطم اللي باش نخبيها تزيني اللوطة نحطهم دون دي صحفة فيهم لي ساشي نصب الكونتيتي اللي نستحقها ونحطها في الكونجيلاتور. يعني سهلت لكم لو ماكسيموم غير حتى مواد حافظه. يعني هات اللي تحب طيب طماط مثلا باش نطيبوا مقرونه فخوي دماغ ولا نطيبوا اي حاجه نمدوا كالساشي نزيدوها. محليها وهي مقرونه بالفخوي دماغ يلزمها طماط فريش. طماط فريش فوالا وطماط سيشي هذوما زوز نجم نحطوهم في المقرونه فخوي دماغ. نمشيو للبارتي التاسعه نتاعنا اللي هي الطماطم تاع الصوص دو بيتزا. انا شنو نعمل؟ ناخذ الطماطم تاعي نغسلها مليح نحي لها القعمورة الفوقانية نتاعها اوكي ومن بعد يكسي حاول خليها تطيب قشرتها اوكي تحط لها برشا كليل تحط لها الثوم تحط لها الرند تحط لها البصل خليها تتسمط مليح 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 وبعد نهز الكلباسي وبعد ما نغسلوها مليح مليح نهز الميلونج نتاعي الكليل والبصل والثوم اللي طاب حكيت 4-5 نفس ثوم اوكي ونحط الطماطم تاعي بقشرها ونرحيها هذيك الكولور تاع الطماطم حاضره تبدا تاوح فيها الكليل تنجم تحط الزعتر واسمها فريشكا وصحيه ديريكتومون فوالا والثوم وتمد نهار تعمل بيتزا تبدا مزروبه تاك تمد الساشي نتاعك تعمل ديكونجيلاسيون نتاعها وتلقى الطماطم نتاعك كبنينه ومفوحه وحاضره كيف كيف تحطها في الكونجيلاتور من غير حتى مواد حافظه. تري بيان واضح محليها الفكره يعطيك الصحه سومه نشكرك برشا كي العاده دبره ما شاء الله تعطينا افكار مزيانين احنا محتاجينهم الحقيقه خاصه في الوضع هذا لازمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا شاف معناها فريمون نعرفوا من لا شيء نعملوا حاجه وهذه ديما الحقيقه لا شاف الكلهم ومن ميزات سورتو شاف اسمى عندها الحكايه هذه ميرسي بوكو شاف اسمى عاشوري عميري كنت معانا دونك فوالا احنا البريود هذه سفغي بريود غلي بريود حاجات مفقوده لكن نتصرفوا ان شاء الله من الفقره نتاعنا معناها في فقره الدبره ديما نعطيكم على شيف نتاعنا دي زيدي افكار دي غوسيت وسورتو زاد دي زاستوس هكيك يعاونونا من حتى شيء نجموا نعملوا حويجه وبنينه زاده وتعجب العائله والصغيرات. مكملين معاكم نحب قبل ما نمشي للغنيه نسبح على كوكو معليوي وعلى زين الزين حتى كيما يبعثوا لي لازم يقولوا لي عفيفه لازم سبيك ما سبحتش علينا ولا لا انا معاكم ونتبع فيكم زيدا كيما انتم تتبعوا في راديو ميد وفي موجد الصباح مرحبا بي وفي ان الكل بحبيبنا الكل مكملين معكم حتى النص النهار خلينا نقعدوا مع الموسيقى.